وصورة. طيب هنشتغل في دي دلوقتي كده ان شاء الله. ليكتشر 5 دي اللي هي صفحة 19 من 28 خلاص، او في البي دي اف نفسه صفحة 18. تمام. طيب نبدأ بمين الاول؟ تعال نبدأ بالبسيطة دي، تعال نبدأ بالسهلة دي كده الاول. الرسمة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن دايرة في النص كبيرة ودايرتين صغيرين على احرافها، صح؟ وفي خطوط ممسيه بقى ما بين الدايره اللي هنا والدايره اللي في النص والدايره اللي هنا والدايره اللي في النص، صح؟ يعني الخط ده مماس، مماس للدايره دي مع الدايره اللي كانت هنا دي. تمام. طيب بص انت على الابعاد وقول لي عليها. يلا انا هرسم دايره، عايز ارسم دايره في في التوب مثلا واقول له في اورينتيشن نورمال تو. هبدا من السنتر، عندك مشكله؟ اول دايره اللي هي في النص، بعد كده في دايره على جنبها من هنا، وفي دايره تانية على جنبها الناحيه التانية، صح كده؟ الدايره اللي في النص المفروض انها فاي كام؟ خلاص بقى خلاص بقى. الدايره اللي في النص المفروض انها كام؟ 50. الدايره اللي هنا كام؟ فاي 30. الهندسه دي يعني 30 ار 15 يعني 30 30. والدايره اللي هنا كام؟ 30. ما بين كل دايره واللي في النص كام؟ يعني من هنا لهنا كام؟ 35. ما بين الدايره دي والدايره دي كام؟ 35. ماشي. لا لا ما انت ما احنا بنعمل فيديو عشان كده. ماشي. انا عايز بقى خطوط ممسيه تمس الدايره دي وتمس الدايره دي. طب ايه رايك اثبت السناتر كلها على خط واحد؟ يعني السنتر ده ايه اللي يمنعه انه يطلع فوق او تحت؟ مفيش حاجه، صح؟ الا لو انا عملت سنتر لاين في النص كده، ماشي كده. طيب السنتر لاين ثبت لي مين؟ ثبت لي دي، شايفها؟ اسودت اهي، فثبتت يعني السنتر لاين اتقرى. السنتر لاين بتاع دي اتقرى برده هنا. طب دي لسه مش كده، فبعمل ايه؟ بقول له السنتر لاين ده ريليشن، بتك كنترول ريليشن مع اللاين ده انهم يفضلوا ايه؟ كوينسيدنت، دايما ايه؟ متطابقين على بعض. شفت اتسودت ازاي؟ خدت بالك من اللي حصل؟ احنا عاملين فيديو، ما تقوليش تاني، احنا كده كده عاملين فيديو خلاص. انا الفكره في ايه؟ الفكره في ايه؟ لو انا ما كنتش عملت الريليشن دي اهو، لو انا مش عامل الريليشن دي، ادي شفت، ما بحبش انا التاني دي عشان كده. ادي دايره، التانية، التالتة، دي قلنا عليها 50، دي قلنا عليها 30، دي قلنا عليها برضو كام؟ 30. من الدائرة ممكن امسك من الدايرة للدايرة، فهيلقط لي الدايمنشن من السناتر عادي خلاص 35. وممكن اقول له من السنتر للسنتر اللي انت اللي تحبه عادي برضو 35. ماشي. لو انا بصيت كده الدايرة دي، الدايره دي في حاجه تلزمها انها تفضل هنا ولا ممكن تطلع لفوق؟ ممكن تطلع لفوق ولا لا؟ بس هتطلع بحيث ان يفضل ما بينها وبين السنتر كام؟ 35، فما فيش حاجه تلزمها. طب الدايره دي نفس الكلام، ما فيش حاجه تلزمها، في حاجه تلزمها اهو. الا لو انا عملت سنتر لاين وقمت جاي قال له السنتر لاين ده ماشي من هنا اهو، شايف السنتر لاين فين؟ وجيت هنا قلت له شايف السنتر لاين ده، مسكته واتكيت كنترول ورحت على السنتر لاين اللي انا عامله، ماشي، مسكت السنتر بتاع السيركل وجيت على السنتر اللي انا عامله كليك كمان، وقلت له الاثنين مع بعض ايه؟ كوينسيدنت، متطابقين. قام جاي منزلها لي عليها، الموضوع خلص. مش هعمل ريليشن ما بين النقطه اي حاجه، ممكن تعمل ريليشن عموما، انا بتكلم على ريليشن عموما. وبرده ممكن اعمل مين ومين؟ ما بين دي وما بين مين؟ دي، ان هو برده ايه؟ ما بين السنتر لاين وما بين السنتر بتاع السيركل، ان هو برده ايه؟ شفت اسودت ازاي؟ السودت دي معناها ان هي ثبتت هنا خلاص، مش هتتحرك، عرفت مكانها فين بالظبط، اللي هي فولي ديفايند. تمام. هقول له بقى ايه لاين؟ انا عايز لاين يمشي لي، يمس لي دي ويمس لي دي، مش يطلع من النص للنص. خد بالك في فرق، صح ولا لا؟ ده مش اللاين اللي انا عايزه، انا عايز لاين وليكن لاين اهو. مش ده كده بالنسبه لي لاين؟ بص كده، مش ده كده لاين؟ لاين ولا مش لاين؟ لاين خلاص. بعد ما عملت لاين اروح امسك اللاين اقول له اللاين ده كنترول مع السيركل دي مالهم؟ تانجنت، الله ينور. تاني اللاين ده كنترول مع السيركل دي مالهم؟ كده اللي انا عايزه ولا لا؟
امسك بقى امر تريم واتاكد انه تريم تو كلوزست. اقول له تريم تو كلوزست لمين؟ شايف الحته الزياده دي؟ اشيلها. شايف الحته الزياده هنا دي؟ اشيلها. شايف دول؟ مش عايزهم. صح ولا لا؟ طيب هروح انا بقى اعمل الكلام ده كل مره ولا استخدم الميرور؟ يلا نستخدم الميرور. يبقى انا عايز اعمل ميرور، ده يتنقل تحت، ولما يتنقل تحت هو وده يتنقلوا هنا، صح؟ يبقى انا عايز سنتر لاين تاني في النص اهو. يبقى دي سنتر لاين في النص اهو. اي سنتر لاين وخلاص، ماشي؟ يلا همسك مين؟ هقول له انا عايز ده. اروح الاول على امر مين؟ الميرور. فين امر الميرور؟ اهو. هيقول لي ميرور لمين؟ هقول له ميرور لده. هيقول لي حوالين مين؟ ميرور اباوت ايه؟ هقول له اباوت السنتر لاين ده. اسف ما نزلتش تحت. هيقول لي حوالين مين؟ هقول له حوالين ده. خلاص اهو نقله له اهو. هقول له طب تمام ده كده اتنقل. امسك لي بقى ميرور الماوس بس معلش. امسك لي بقى ميرور لده ولده حوالين مين؟ السنتر لاين ده. خلاص يبقى اتنقلوا كلهم مره واحده. همسك بقى انا التريم، اتاكد بقى ان التريم تو كلوزست، واشيل ده واشيل ده واشيل ده كل دول. طبعا هو بيقول لي ان انت اللي انت شلتهم دول كنت معتمد عليهم في حاجه ثانيه، كنت حاطط عليهم دايمنشن وحاجات. اقول له مالكش دعوه مش مشكله، ماشي؟ اه خلاص ماشي. بعد كده اعمل مين؟ اكسترود عادي. الاكسترود عندي بكام؟ ب 10. الدايمنشن خليها معاك انت اللي هتقول لي عليها، ب 10. حلو الكلام كده اهو، ماشي. هاجي هنا سكتش وارسم دايره، الدايره كبيره. السنتر بتاعها فين؟ لسه راح ادور ولا هو الاورجن اهو؟ طب لحد فين؟ لسه راح الدايمنشن ولا لحد هنا؟ اهي اتلقطت على طول. واقول له اكسترود. الاكسترود بتاعها كام؟ 28 تقريبا، 28 ماشي. في دايره جوه ب 30، واخد بالك منها؟ السنتر بتاعها فين عشان اجيب السنتر؟ هو الاورجن اهو ب 30، صح؟ نازله قد ايه؟ 6. شايفها؟ قال لك بور 6 ولا ديب 6؟ ديب 6. جواهم دايره ثانيه صغيره بفاي كام؟ بفاي 20. نازله بقى لحد كام؟ خلاص بقى اكسترود اب تو نيكست وخلاص، او ثرو اول. خليها بس مع بعض، خليها مع بعض، خليها مع بعض، ماشي. بعد كده عندي دايره ثانيه هنا ودايره هنا، صح؟ يلا يبقى هقول له انا عايز اجي هنا سكتش لمين؟ لدايره. السنتر بتاعها فين؟ هقف على السنتر بتاع دي، مش هتك، هقف. هيحدد لي السنتر بتاعها، شفت؟ انا ما اتكتش، وقفت بس اهو. قلت له دايره هنا ودايره ثانيه هنا، برضو وقفت على الـ على الـ على السيركل، فلقط لي السنتر بتاعها، ماشي. الدايره دي كام ودي كام؟ عشرات باين 12، ودي كام؟ 12. الاكسترود بتاعهم ايه؟ بس في حاجه ناقصه هنا في الرسمه دي. الرسمه دي فيها حاجه ناقصه؟ اه، في الدايره اللي هنا، شايفها ولا لا؟ يبقى انا عايز اجيب البلان اللي قاسم دي بالنص كده. فين هو؟ هل هو ده؟ هل هو ده؟ هل هو ده؟ هو ده. خلاص اجيبه فيو اورينتيشن نورمال 2، واقول له معلش انا عايز ارسم. هو مش هنا، مش الناحيه دي، الناحيه الثانيه، صح؟ يبقى الناحيه الثانيه. واقول له انا عايز ارسم ايه؟ سيركل. هيقول لي فين السيركل؟ اقول له بص، شايف في النص كده في دايره كده. الدايره دي بكام؟ 10. بكام؟ 6. بتبعد قد ايه من فوق او من تحت؟ معرفش. 12. خلاص ادي الدايره، شايفها فين؟ اهي. هقول له ايه دلوقتي؟ اكسترود كات. خلاص يبقى انا قطعتها مره واحده، ماشي. دي اول رسمه. لا هي في ناحيه واحده، لو انت بصيت هي تقريبا في ناحيه واحده، مش باينه من هنا، شايفها؟ لو كانت هنا كانت هتبان. هي مش باينه، هي هنا بس. خلاص تمام. تعال نبص على الرسمه اللي جنبها. الرسمه اللي جنبها اللي هي دي، الرسمه دي ابداها منين؟ ممكن واحد يقول انا هبدا القعده لوحدها. القعده كام في كام؟ 90 في 70 في ارتفاع كام؟ 18. يلا ادي 90. التوب برضو ادي 90 في 70 في 18 اكسترود. ادي الاكسترود بكام؟ 18. اوكي تمام. ابدا بقى ازاي؟ اعمل الطلعه دي ازاي؟ ايه رايك نعمل الطلعه دي كلها على بعضها اللي هي شكل الاثنين دي؟ يلا. عامله ازاي هي؟ اولا لازم اركز، هي اولا قطرها كده كام او سمكها كام من هنا لهنا؟ من هنا لهنا كام؟
80. الراجل ده مركز جايه شاف جايه مع الدايره ازاي مماس. طب الدايره كام؟ الدايره 80، يبقى هي 80، يبقى اكنه ساب من هنا 5 ومن هناك 5، صح؟ مركزين ولا لا؟ طيب يبقى انا عايز ارسم، انا عايز ارسم على المستوى ده بس مش ده، ده اللي بعديه ب5، صح؟ يبقى هقول له ايه؟ ريفرنس جيومتري بلان. هيقول لي بعيد عنه بقد ايه؟ هقول له ب5. هيقول لي من ناحيته ولا من الناحيه الثانيه؟ هقول له لا من جوه. وصلت كده؟ هقول له ايه دلوقتي؟ سكتش، هرسم لاين، يبقى فيو اورينتيشن نورمال 2. يلا ها احنا عارفينه نعمل ازاي. هو حاجه عامله كده بالوايم كده، حاجه عامله كده وجايه هنا مكمله بكيرف ومكمله كده وطالع جاي هنا مكمل بكيرف لحد ده ونازل. الخطوط كلها موازيه لبعض، لازم اقفل من تحت، ماشي؟ الخطوط كلها موازيه لبعضها، صح؟ معلوماتك ايه بقى؟ الحته دي بكام؟ كام؟ 12. تبقى اللي فوق كام هي كمان؟ 12. الار ده بكام؟ ده الوحيد اللي مدولك تقريبا 18. ما يهمنيش ده هيطلع بكام بقى، لانه جاي منين؟ جاي موازي لكل الخطوط الثانيه، فما اروحش ارخم عليه واقول له طلع لي ده بكام، هو اصلا ما قالكش بكام، صح؟ طيب البعد، الابعاد بقى من هنا لحد، انا فاكر انه كان بيديك لحد هنا كام على بعضها كده بالظبط 125. ما تروحش تدور ده لوحده كام، ما تقرفش نفسك، هتتعب نفسك ليه؟ هو مديك من هنا لحد هنا، حطها حلو كده اهو، ده اللي انا عايزه، صح؟ ده ادي له اكسترود بكام بقى؟ 8. الله ينور، مش 90 بقى، خلاص. يبقى ده كده اللي في النص اهو، شايفينه؟ ده كده بالظبط اللي في النص. هاجي عليه من فوق من وش ده واقول له سكتش، انا عايز ارسم دايره. هيقول لي الدايره دي فين؟ هقول له في السنتر ده. هيقول لي دايره قد ايه؟ هقول له قد ال 80 كلها، مش لسه هروح احط دايمنشن، ما انا عارف هي قد ايه، صح؟ وانزل بيها اكسترود، انا عايز اطلع بيها اكسترود لفوق ولتحت. طب هو اداني ايه؟ اداني انها لتحت 6 والباقي لفوق. طب الباقي ده اللي هو بقيت كام؟ بقيت 55. طب وانا يعني ما بعرفش اعمل؟ طب ما انا اعمل لنفسي اوفست، اوفست، فاكرين الاوفست؟ اقول له روح لنفسك لتحت. هيقول لي تحت قد ايه؟ هقول له تحت 12 فوقيهم الستة، صح؟ يبقى كام؟ 18. اهو الراجل راح لنفسه قد ايه تحت، واطلع لفوق كام؟ 55. يبقى كلها اتعملت مره واحده ولا لا؟ اهي خلاص. ده انا كمان كنت ممكن بعد ما رسمت الدايره دي ارسم دايره صغيره، صح ولا لا؟ مش جوه دايره صغيره بكام؟ صح ولا لا؟ واجي هنا اقول له ايه؟ يلا اللي ما فهمهاش اول مره اكسترود. هيقول لي منين؟ فروم ايه؟ هقول له فروم اوفست. هيقول لي اوفست بقد ايه؟ هقول له اعمل نفسك اوفست بكام؟ 12 زائد الكام؟ زائد 6 اللي هي 18. تمام؟ هيقول لي في الاتجاه اللي فوق، اقول له لا في من الاتجاه اللي تحت. هيقول لي طب انت عايز الاكسترود كله بكام؟ هقول له بكام؟ 55 اهو مره واحده. ماشي، يبقى انا عملتها مره واحده. حلو كده؟ خلصت؟ ماشي. في فلت هنا، في فلت هنا، حد خد باله منه؟ بكام؟ ب6. فلت هنا وفلت الناحيه الثانيه، خلاص. لو هو مش ظاهر عندك يبقى انت مش عامل اللي هي ايه، انت عامل نو بريفيو، قول له فول بريفيو، خلاص اهو ظاهر اهو. ده الفلت السته اللي هنا، ماشي. بعد كده في عندي ايه؟ في عصب وفي دايرتين في النص، في دايره هنا كده، صح؟ في دايره هنا كده تقريبا. بتبعد قد ايه من هنا؟ من هنا، من هنا كام؟ 30. من هنا 30، ومن هنا 20. ركز، الدايره نفسها قد ايه؟ الدايره نفسها بكام؟ 12 مثلا. حلو كده، شكلها حلو كده، خلاص. نفس الدايره دي هتتنقل هناك ولا لا؟ يبقى اروح اعمل ايه؟ سنتر لاين الاول من النص، سنتر لاين، بعد كده اطلع اعمل ميرور. هيقول لي ميرور، ميرور هو لقط اللاين على انه هتعمل له ميرور. هقول له لا انت نسيت، انت ما خدتش بالك، اعمل ميرور للدايره. هيقول لي حوالين مين؟ هقول له حوالين السنتر لاين، خلاص. وبعد كده اخش على امر ايه؟ اكسترود كات، واقطع الدايرتين دول مع بعض مره واحده. انا بقول لك اللعبه بعد كده تبقى لعبه وقت، مش لعبه انت هتعرف تعمل حاجه ولا هتعرف تعملها، بس هتعرف تعملها في ساعتين ولا في ربع ساعه، خلاص. تعال نكمل بقى، ناقصني مين هنا؟ العصب. في حاجه ثانيه ناقصه نعملها بالمره؟ مفيش. في فلتات انت وذوقك بقى، يعني ده فلت، ده فلت، ده فلت، ممكن تعملهم كلهم كده على بعض ايه مره واحده، بس لما نعمل الايه العصب، ماشي. العصب جاي منين؟ جاي من النص، يبقى انا عايز بلان في النص، ده اول حاجه، خلاص. يبقى انا هختار البلان ده واقول له ريفرنس جيومتري بلان زيه في النص. عارفين احنا الحركه دي مش كده؟ مش جديده علينا. ادي البلان اللي انا عايزه، خلاص.
خلاص اهو. طيب اجيب امر مين؟ ريب. هيقول لي على انهي بلان؟ هقول له على البلان ده فيو اورينتيشن نورمال 2. الراجل من نفسه مشكورا دخلنا على ايه؟ على امر السكتش. هقول له بس بص هتالي من الناحيه الثانيه اهو. يلا الريب عندي عامل ازاي؟ انا هعمل وقول لي صح ولا غلط. هو تقريبا حاجه عامله كده، بص حاجه عامله كده نازله شويه وبعد كده مكمله بكيرف، صح وليكن كده ولا كيرف كده لفوق صح، وبعد كده كيرف تاني كده صح، وبعد كده ايه ماشي لحد هنا، ماشي لحد هنا صح كده. مش ده الرب اللي عندي؟ بدون الدخول في تفاصيل المقاسات، اصلا المقاسات مش باينه. مش ده شكل الرب اللي عندي كده؟ لو انا عملت رب هيتنفذ ولا هيقول لي غلط؟ لسه هيكمل، لسه دايمنشن. لا اقفل مين انت كده ناسي الرب. الرب انا بعمل خط واحد، ركز. لا بس عندي مشكله، شايف الرب جاي منين؟ من على بدايه شكل السلندريكال. فاحنا قلنا لما بنخش على شكل السلندريكال بخش جوه شويه صح، يبقى عشان اخش باللاين ده جوه شويه لازم اشيل الريليشن دي الاول، لان دي ريليشن بيقول لي ان انا ثابت هنا. اقول له معلش شيلها عشان انت مش متمرس، بس اهي هقول له شيل ده الاول، شيل دي خلاص كده شلت الريليشن خلاص. بعد كده همسك اللاين ده واقول له ايه خش لي جوه شويه كده، جوه قد ايه انت وذوقك يعني عادي فاهم، وليكن كده. بعد كده اطلع من امر مين؟ امر السكتش. هيدخلني هو على امر مين؟ هو لسه فاكر الرب. هقول له تمام الرب بعرض كام؟ 10. تمام هو ده، هو ده اللي انا عايزه مره واحده خلاص. في بقى عندك فيلت مثلا وليكن باتنين، ماسك ايه؟ ماسك الوش ده مع الوش ده مع الوشين دول صح؟ ماسك اللي فوق كمان؟ اه ماسك اللي فوق كمان، دول كلهم كده. ماسك حاجه تانية؟ اه ماسك، ماسك دول كمان، ماسك حاجه تانية؟ تالي كده حلو قوي زي الفل ماشي اهو خلاص. ده بالنسبه لايه؟ للرسمه الثانيه دي. هتعطلنا انت. خلاص احنا رسمنا دي ودي. طيب هنرسم في دي دلوقتي، فاكرينها ولا لا؟ طيب نرسم، تعال نبص عليها كده بالراحه. تعال نقسمها ثلاث اجزاء، الجزء ده لوحده اللي فيه الوز، الجزء ده اللي هو دوريه ما فيهاش الوز، الجزء ده اللي هو فيه مين؟ السويبت. سيبك من الاثنين اللي بره، احنا اصلا هنعملهم مره وهنعملهم بعد كده ميرور. ايه؟ ايوه هتعمل بالسويبت، ده اللي هتعمل بالسويبت، دي مالهاش علاقه بحاجه. فسيبك من دي ومن دي، الحته اللي جوه دي عرضها كام؟ 76. شيء مش دي دايره؟ دايره بفاي كام؟ 20. وجي من نصها وعمل نفس المنظر ده، صح؟ وبقى ده بالنسبه له الايه؟ المسار. صعبه ولا اي حاجه؟ طب الشكل ده اتعمل ازاي؟ اكنه خط كامل، خط كامل، خط كامل، وجي من النص عمل دايره بتبعد عن الخط كام؟ صح ولا لا؟ مش ده اكنه كان خط كامل كده اهو، كان خط كامل جه من النص عنده وعمل دايره بعيد عنها بكام؟ ب 20، وعمل دايره كام؟ بار 30. صعبه ولا اي حاجه؟ يلا يبقى انا هعمل ايه؟ الابعاد معاك انت دلوقتي يا فندم. هعمل دوريه فين؟ على الرايت. فين من الرايت؟ من السنتر. ليه من الاورجن؟ عشان انا عايزه كمان شويه، عايز اجيب البلين العمودي، ما اروحش ارسم في اي حته ثانيه واعرف نفسي، صح؟ اهو فاي كام؟ 20، 20 لسه بنقول بسم الله 20، وخلاص خلصت الحوار ده كده. هجيب البلان العمودي مين؟ ده ينفع؟ ولا ده؟ ده شكله وشك صح؟ ده قدامي كده طلع لي الرسمه بالظبط، صح؟ يلا انا عارف ان في لاين، طبعا سهل عليا احدد الايه؟ السنتر دلوقتي لان هو الاورجن، خلاص عارف ان في لاين، اللاين ده بكام؟ 76. وفي دايره جايه من نص ال 76 طالعه شويه معرفش قد ايه وعامله دايره كام؟ 60 اللي هي ار 30 يعني صح؟ طالعه قد ايه من اللاين؟ 20. في حاجه صعبه بالله عليك؟ خلاص همسك مين دلوقتي؟ تريم، تريم تو كلوزست واقطع. هل انت عايز ده في حاجه؟ هل عايز ده في حاجه؟ نفتح مين دلوقتي؟ فيلت. انا عندي فيلت هنا وفيلت هنا بكام؟ ب 10. حلو كده؟ مره واحده اهو الرسمه خلصت اهو، الرسمه اهي. هقول له ايه دلوقتي؟ لازم اطلع من السكتش الثاني. هقول له ايه دلوقتي؟ ريفولف يا راجل حرام عليك. سويبت مين البروفايل؟ ده البروفايل. هو بيقول لي هنا مين البروفايل؟ هقول له ده البروفايل. هيقول لي هنا مين الباث او المسار؟ هقول له ده المسار.
خلصت ولا لا؟ هاجي هنا بقى على الوش ده واقول له ايه؟ انا عايز بلان، هحتاجه دلوقتي بلان زي ده بس في النص ما بين ده، ايه يا عم؟ ما بين ده وده. حلو الكلام كده؟ هحتاجه، هعمله ميرور. خلاص؟ واجي هنا انا عارف ان في دايره هنا. الدايره دي الاكسترود بتاعها كام؟ دايره كام اصلا؟ دايره 14 تقريبا. والاكسترود بتاعها بكام؟ ب6. وفي دايره ثانيه فوقيها ب10، صح؟ اللي عليها الالوز. في دايره ب10. صح؟ طالعه قد ايه؟ لا، هتقف انت بقى دلوقتي. تعالوا نشوف طالعه قد ايه. البعد كله كام؟ 110، صح؟ ال 110 لما تطرح منها 76 زائد 12 وتقسم الكلام ده كله على الاثنين يطلع لك الكلام ولا لا؟ انا عملت اسم غلط، معلش. 110 صح؟ ماينس 76 زائد ال 12 زائد ال 12، لا 76 زائد ال 12 هيطرحوا من 110، والكلام ده كله تقسمه على كام؟ على الاثنين. اهي ما رحتش قست، ما توجعش قلبك، مش معاك على حاسبه كذا 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 على طول. خلاص اوكي. المفروض الدايره دي هيتعمل على سنها مين؟ انسرت دوم، وفي دوم الله ينور، انسرت انوتيشن كوزمتيك ثريد، صح؟ فعلا بالحب. هو اصلا جيد للصموله، هيفرق معاك 2 من 2 وربع من 3، هو عشان بس لما تحط الصموله الصموله ما تقعدش تروح منك يمين وشمال كده، تبقى ايه؟ اكنها دخلت في حاجه. يعني انت لو بتشتغل بايدك كتير هتفهم انا بتكلم في ايه. خلاص؟ احنا شغالين بقى نستاندرد بالدن. هنجيب ام كام؟ لقطها، خدت بالك؟ ام 10 لحد قد ايه؟ هقول له اب تو نيكست. خلاص اتعملت مش ظاهره، بطلع من اوبشن دوكيومنت بروبرتيز ديتيلنج شادد كوزمتيك ثريد بتك انتر. خلاص؟ نفس الكلام ده هروح انقله هناك، اروح اعمله تاني. طب اعمل ايه؟ ميرور، هقول له ميرور. الميرور هنا بيبقى مش بلاين، ببلان، عشان كده عملت بلان. خدت بالك؟ ايه رايك نعمل الدوم بالمره؟ ادي دوم هنا اهو. بكام؟ بالحب. باتنين اهو، خلاص؟ يلا. ادي امر الميرور. هيقول لي ميرور حوالين ايه؟ دي هنا بقى اول حاجه، مش الانتيتيز الاول. في السكتش كان بيقول لك الانتيتيز بعد كده اللي انت هتعمل حوالين المرايه. لا، هنا مين؟ هقول له البلان. هقول لي لمين بقى؟ ممكن تيجي هنا كده تمسك بايدك او تفتح من هنا وتختار. انا بحب اجي من هنا. هقول له مثلا اعمل لي بلان ميرور للضم، واعمل لي ميرور للي بعد الضم، واعمل لي ميرور للي بعد بعد الضم. خلاص؟ اوكي. ماشي؟ اهم اتنقلوا مره واحده. خلاص؟ ده امر الميرور. في غنى عنه؟ ده ممكن عشان دي رسمه سهله. يعني انت مثلا عملت دول في دقيقتين ثلاثه، فتروح تعمله في دقيقتين ثلاثه، فمش مهم الست دقايق يضيع. بس الرسمه بقى لما يكون فيها كتف والتفاصيل بتاع، انت نفسك يعني لازم ميرور، مش هينفع. خلاص؟ هتبقى قاعد مثلا ترسم في الكتف ده لوحده نص ساعه، فمش هتروح ترسم في تاني نص ساعه. خلاص؟ طيب ده كده تمام ولا في مشكله؟ خلاص؟ طيب تعالى بقى للباشا بتاعنا بقى. تعالى بقى للكبير ده. الراجل ده ايه عامل ازاي؟ ده بالظبط بالظبط صاموله بس على كبير شويه، عندك مشكله؟ بس مش صاموله عاديه، صاموله الثريد بتاعها اللي جوه سكوير ثريد. عارف السكوير ثريد؟ عارف الثريد العادي عامل ازاي؟ القطاع بتاعه مثلث، صح؟ لو بصيت للسنون هتلاقيها مثلثه كده، صح؟ لا، ده مش مثلث، ده مربع. مش بتاع العربيات، بتاع العربيات ترابيزويدر. بتاع العربيات لو بصيت عليه تلاقي ترابيزويدر، عامل اللي هو نازل كده كده كده، ولا منه مثلث ولا منه مش عارف، يعني لو بصيت عليها هتفهم. انما ده مربع، مربع اللي هو جاي كده 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 عادي خالص. طيب السكوير ثريد بكام؟ ب 56 في خطوه كام؟ يبقى انا ايه معلوماتي عن الثريد؟ ان هو جاي من قطر 56 ومن خطوه كام؟ 8. طب ماشي، بارتفاع قد ايه؟ ال 80 زائد الكام؟ زائد ال 20. طيب جاي من قطر 56 بس هو سن داخلي، فيفرق معايا الكلام ولا لا؟ يفرق يفرق. ليه؟ لو جيت بصيت على ده، ده جاي من قطر 20 بس سن خارجي، يعني لما يبقى هو 20 وانا باكل من ال 20 هبقى باكل اللي بينزل عن ال 20، بس ال 20 ثابته زي ما هي ولا لا؟ انما هنا لو انا عملت ده قطره 56 وبدات اكل، هبقى باكل زياده عن 56 ولا لا؟ طب هو هنا قال لي البعد كام؟
56 في ابعد نقطه، مش صح؟ قال لي البعد منين؟ من هنا ولا من هنا؟ من ابعد نقطه. فانا اعمله اقل من 56 عشان لما اكل يبقى كام؟ 56. وصلت؟ اكيد وصلت. طيب احنا قلنا سكوير والخطوه ب 8، يعني سايب 4 وواكل 4، يبقى عشان يبقى مربع يبقى ده طالما دي 4 يبقى الثاني يبقى كام؟ 4. طب انا قلت ان انا عايز اسيب الاربعه دول، يبقى اسيبهم 2 من هنا و2 من الناحيه الثانيه ولا لا؟ يبقى ده بدل ما هو 56 اعمله انا كام؟ اقل 54. شلت 2، 2 دول هيسمعوا لي بكام؟ ب 4، صح؟ 2 هنا و2 هنا. الزياده معناها ان انا اقلل في القطر، اقلل عشان لما ياكل ياكل ال 56 ويسيب الثانيه ايه؟ زي ما هي. هو هنا قال لي 56 منين؟ من بره، عارف كان من جوه كام؟ 54. وصلت خلاص؟ طالما لبست النضاره كده وصلت خلاص؟ طيب خد بالك منها عشان لما هنيجي نعمل لها ميت بعد كده لو انت عاملهم غلط الميت هي مش هيظبط. الميت مش هيظبط. انت افهمها كده، عندك سن خارجي وسن داخلي. هل الاثنين ينفعوا يبقوا جايين من نفس القطر؟ ما هو منطقي. السن الخارجي معناها ان انا مش هاكل في الماتيريال، انا هاكل الزياده من جوه. انما السن الداخلي انا هاكل هاكل من اول ال 56. وصلت؟ كريم ما ترد على عزيز قول له ان احنا هنا. خلاص؟ طيب يبقى اتفقنا ولا لسه هنتخانق؟ متفقين على دي؟ طيب ارسم بقى الرسمه دي كلها ولا ارسم من اول هنا؟ اللي فوق ده ايه؟ لا مش شنفر، اللي فوق ده مسدس سداسي، فمش هينفع اعمله ريفولف. انا هعمل ريفولف، نسيت اقول لك انا هعمل ريفولف، فمش هينفع اعمل ريفولف ده معايا، فهعمل ريفولف من اول فين؟ من اول هنا. عندك مشكله؟ والباقي ده ابقى اعمل شكل مسدس واطلع بيه اكسترود، صح ولا لا؟ سهله خلاص. طيب الشكل ده هتعرف تحفظ لي ابعاده؟ 34 12 34 من هنا لحد السنتر 40، من هنا اللي هي من هنا لحد السنتر كام؟ 35، 70 على الاثنين، ماشي خلاص. من جوه لحد هنا كام؟ من جوه، من جوه جوه لحد هنا كام؟ 4. شفت الراجل ده مركز اهو، احنا قلنا 54 يبقى 54 على 2، مش احنا قلنا هتبقى 54؟ يلا ننزل ده تحت مش عايزينه بارت، يلا سكتش هرسم وليكن على الفرونت. عندك مشكله؟ خلاص هرسم على الفرونت واقول له فيو اورينتيشن نورمال 2، وارسم لنفسي سنتر لاين في الاول كده هحتاجه، صح؟ وارسم بعد كده لاين. انا عارف الشكل عامل ازاي، حاجه تقريبا عامله كده كده، داخله سنه وخارجه، ومكمل مكمل هنا كده، صح؟ يلا احنا قلنا دي 34 مش كده؟ قلنا من هنا لحد هنا كام؟ 54 على الاثنين ما تنساش، صح؟ من هنا باخد ده الاول ولا ده اللي قريب؟ من هنا لحد هنا كام؟ 35 اللي هي 70 على الاثنين. من هنا لحد هنا كام؟ 40. من هنا لحد هنا 40. 40 برضو ده زيها زي اللي فوق. في حاجه ناقصه؟ ناقص بس ان انا اقول له 12. ايه ده؟ من دي 12 وان دي كمان كام؟ 34. 34 حلو كده؟ في حاجه ناقصه؟ هقول له دلوقتي ريفولف وانا مجهز الدنيا، عامل له سنتر لاين وبتاع، فالراجل لقط كل حاجه، ما لقاش غير كنتور واحد وسنتر لاين، فقام جاي لقطه. خلاص اقول له تمام الله ينور. هاجي هنا بقى على الوش ده وارسم مين؟ الشكل المسدس. الشكل المسدس عامل ازاي؟ عامل كده وليكن، حاجه عامله كده او كده، اللي انت اللي تحبه، اي حاجه. انا هعمل فيو اورينتيشن نورمال 2 واعمل شكل مسدس وامشي بيه كده، تمام؟ واعمل جوه دايره. ادي مين؟ ادي الدايره اللي جوه، بدل ما اروح اعملها امر لوحدها تاني اكسترود كات. طيب واطلع باللي ما بينهم. اولا الشكل ده من الفيس ده للفيس ده كام؟ 100؟ 100 صح؟ واقول له دلوقتي اكسترود ايه؟ اكسترود عادي بكام؟ 20؟ 20. اتعمل ولا لا؟ مش هيقدر يتكلم، اتعمل اهو، بس عندي الشفه بتاعته ما كانتش كده. ولا كانت بشنفر، اللي كان بيقول لي هنعملها بشنفر، ما تنفعش الشنفر، شايف الشنفر؟ هيطلعها عامله كده، هل هي عامله كده؟ ماشي؟ لازم تتعمل بالايه؟ بالطريقه اللي قلنا عليها المره اللي فاتت، ريفولف كات،
يبقى انا عايز البلاني اللي في النص. هل ده في النص؟ هل ده في النص؟ اه صح. يبقى في اورينتيشن نورمال 2، واجي هنا ارسم لنفسي سنتر لاين في النص، اهو ادي سنتر لاين في النص، وارسم لاين يمثل القلم اللي هيخش يمس الايه الايدجز دي كلها. يبقى القلم ده حاجه عامله كده مثلا، وليكن كده مثلا، ما يهمنيش شكل القلم الباقي عامل ازاي، خلاص يهمني الجزء اللي هيخش ياكل. خلاص يبقى كده مثلا ادخلها شويه جوه، انت ايه انت واللي انت عايزه. كده مثلا كده تقريبا ماشي. واقول له دلوقتي ريفولف ايه كات، هيقول لي حوالين مين؟ هقول له حوالين اللاين ده. وصلت؟ هو ما لقاش غير الكونتور، وانا قلت له مين اللي هيلف حواليه، فقام جاي ايه عامل دي كده. خلاص مره واحده هنيجي بقى نمسك مين بقى؟ الجسم ده، ده اللي انا عايز اعمل فيه الايه الالاوز، صح ولا لا؟ يبقى اول حاجه بعملها مين عشان اعمل الحلزون؟ بعمل الاول برسم دايره وامشي في طرفها، اكني مسكت دايره كده ومسكت طرفينها وشدتهم، فعمل حلزون ولا لا؟ يبقى اول حاجه هرسم دايره. هرسم دايره فين؟ على المستوى ده اهي، دايره اهي. الدايره دي هروح لمين؟ للفيتشر، اقول له قلبها لي هيليكس بعد اذنك اهو. هيقول لي ايه معلوماتك عنها؟ هقول له والله انا كنت عارف الهايت والبيتش، صح؟ الهايت بكام؟ ب 100 20 زائد 80، والبيتش بكام؟ ب 8، في انهي اتجاه؟ في الاتجاه الثاني. شوف واصله لحد اخر الرسمه ولا لا؟ الزاويه، واهم حاجه الزاويه، المتر 70 تنفع ولا لا؟ تنفع. خلاص؟ احنا قلنا بجيب الزاويه اللي هي 0 او 180 او 90 او 270 اللي هي تجيب لي المستويات العدل. خلاص؟ الاتجاه الدوران زي ما اتفقنا مع عقارب الساعه اللي هو اتجاه الربط. خلاص؟ واقول له طب تمام كده، هروح اجيب البلان اللي جايب بدايه الايه الحلزون. في البدايه، البدايه اهي شايفها؟ مين البلان اللي جايبه؟ ده جايبه؟ ده جايبه؟ ده اللي جايبه صح؟ ده اللي جايبه. هجيبه قدامي كده فيو اورينتيشن، هقول له الاول انا عايز اعمل سكتش. سكتش للسنتر للريكتانجل اللي بيتعمل بالسنتر، صح؟ واقول له ايه؟ فيو اورينتيشن نورمال 2. اهو فين البدايه بقى؟ اهي البدايه شايفها فين؟ اتلقطت على طول اهي. طيب هيقول لي هتخش قد ايه؟ يلا انا عارف الخطوه كام؟ ب 8، ما بين بدايه السنه لبدايه السنه الثانيه كام؟ 8. يبقى النص كام؟ ب 4. يبقى ده يبقى بكام عندي؟ يبقى ده اولا كده يبقى بكام؟ ب 4. يبقى هياكل 4 ويسيب 4، ياكل 4 ويسيب 4. طيب يخش قد ايه في الماتيريال اللي هو من هنا لحد هنا؟ من هنا لحد هنا، ما يهمنيش الباقي كام؟ يخش قد ايه؟ عشان يبقى سكوير؟ ما طالما كان 4 يبقى يخش 4، عشان يبقى 4 في 4 سكوير. ماليش دعوه بالباقي اللي بره. خلاص يبقى 4. اهو يبقى هو كده هياخد 4 كده و4 كده. مالكش دعوه انه طالع من هنا 4، يعني هو في الاخر هيلف على الحلزون كله. فالاربعه اللي هو طالع منها اتنين اللي بره دي هتكمل معايا هتخش. انما الاربعه اللي هنا في الهواء ولا لا؟ خلاص يبقى يلا هقول له ايه؟ اوكي لازم اطلع من الاثنين سكتش. اقول له ايه دلوقتي؟ سويبت مين؟ سويبت كات. هيقول لي مين البروفايل؟ هقول له ادى البروفايل. هيقول لي مين المسار؟ هقول له ادى المسار. هيعمل ايه؟ الشكل اللي انت شايفه ده. هقول له اوكي. كده لو انا جيت خدت المقاس بقى من جوه جوه، اللي هو من 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 الوش ده، معلش الجهاز تقل، من الوش ده ده للوش الثاني هناك هيطلع كام؟ 56. دي اللي انا عايزها ولا لا؟ خلاص ماشي. يبقى لو بصيت عليه كده اهو، لو جيت قست انا بقى كده اهو، لو جيت قست انا كده من جوه جوه او من بره بره، اسف، من هنا لحد هنا كام؟ 56. بيتهيألي واضحه مفيهاش مشاكل، صح؟ افهمها مره واحده، حتى لو انت في منتج دلوقتي خد الفيديو افهمها مره واحده، بعد كده اي رسمه هتجي لك بالمنظر ده هتبقى سهل. ماشي خلاص. ده كده ايه الرسمه اللي هي الاخرانيه دي. ماشي طيب، دي الصفحه الكامله دي. احنا كده خدنا فيهم قد ايه؟